السلام عليكم، يا هلا بالشباب، وياكم محمد، واهلا بكم بتك تايم. ابداع شاومي مستمر وتحاول تفرض سيطره مطلقه على الاسواق بمختلف الفئات من خلال وضع اعلى واقوى المواصفات واحدث التقنيات الموجوده في العالم بهواتف المحموله، وايضا قدم لك اسعار تنافسيه جدا. هذا الوتر اللي تلعب عليه شاومي من تاسيسه لحد هذه اللحظه، بحيث توفر لك مجموعه كبيره من الاجهزه وبكل الفئات وبمختلف الاسعار وما يناسب ميزانيتك. واليوم والاول مره وبشكل رسمي شاومي وفرت اعلى فئه موجوده بترسانتها وقدمت الشاومي 12 والشاومي 12 برو في اسواقنا. واليوم راح ناخذكم مراجعه تفصيليه للشاومي 12 برو واهم ميزاته وعيوبه بعد استخدام مطول. فإذا كنت مهتم بهذا الجهاز تابع الفيديو للأخير حتى تعرف كل التفاصيل. بس قبلها أريد لايك من إيدك للفيديو واشترك بالقناة إذا ما مشترك، ومشكور جدا على الدعم. ويلا نبلش بأول شيء هو المظهر الخارجي للجهاز. شاومي 12 برو اجى بمصنعية فاخرة من الزجاج، والجهاز ظهر وشاشة محمي بطبقة حماية قوية من الجيل السابع من غورينغورلا كلاس الفيكتوس، تحمي الجهاز من الكسر أو الخدش إن سقط من إيدك. والحلو هنا انه الجهاز مقاوم بشكل كبير لبصمات اصبعك وما يترك اي اثر، وايضا موجود بيت كاميرات مستطيل على الجانب مصمم بطريقه جميله يحتوي على 3 كاميرات راح نحكي بتفاصيلهم فد شويه، بارز شويه عن الظهر ولكن تقدر تخفي هذا البروز باستخدام الكفر الشفاف اللي موجود بالباكيت. ظهر الجهاز بتصميم منحني باتجاه اطار الالمنيوم واللي راح يكون بنفس لون ظهر الجهاز، هذا راح يخلي مسكه الجهاز مريحه ومحكمه بايدك، بوزن مناسب 205 غرام وبسموك 8.2 ملم. والالوان اللي متوفر بها الجهاز هي الاسود والازرق والبنفسجي، ولكن من ملاحظاتي على تصميم الشاومي 12 برو واللي لازم تعرفه قبل ما تشتري الجهاز، هنا ما عندك اي مقاومه للمي والغبار رسميه. هسه ننتقل للشاشه الجميله والعملاقه. شاشة الشاومي 12 برو منحنية من كل الاتجاهات، سوبر أمولد E5 من سامسونج الأحدث والأفضل، مقاسها 6.73 إنش وبدقة 2K وبكثافة بكسلات ممتازة عند 521 بكسل لكل إنش. الشاشة تدعم الـ HDR 10 Plus والدولبي فيجن. شاشة جميلة جدا، ألوانها روعة والسوادات عميقة جدا. شاومي توفر لك تحكم كامل بمعايير ألوان الشاشة وحرارتها من خلال الإعدادات، تقدر تتحكم بها بالطريقة اللي تناسبك. الشاشة تردد ذكي متكيف عند 120 هرتز فضل تقنية الـ LTPO من الجيل الثاني، واللي يتغير حسب نوع المحتوى المعروض من 0 إلى 120 هرتز، خلي الجهاز سلس وناعم وسريع بالانتقالات. تقدر تقفل معدل تحديث الشاشة إلى 60 و90 و120 هرتز، هذه الحركة تعمل على تحسين عمر البطارية، مثلا تقفل الشاشة على 90 هرتز فهنا أنت ضربت عصفورين بحجر، الأول راح تحصل على سلاسة وانسيابية كبيرة عند التنقل، والثاني تحافظ على استهلاك البطارية. وأيضا هذا الأهم لعشاق الألعاب أنه شاشة تدعم معدل استجابة لللمس 480 هرتز. نقطة أخرى ممتازة بشاشة الشاومي 12 برو هي إضاءتها اللي توصل لأكثر من 1500 نتس، يجعلها ممتازة لعرض المحتوى بتقنية الـ HDR 10 Plus، وبراحتك تقدر تشوف المحتوى بدقة ووضوح عالي تحت أي ظرف خصوصا بضوء الشمس. البصمة هنا ضوئية مدمجة تحت الشاشة، وبصراحة البصمة هنا وهذا رأيي من الأسرع اللي يعني مستخدمها، استجابة سريعة جدا، مجرد ما ألمس زر البصمة الأبواب تفتح مباشرة للشاشة، مش في التأخير أو بطء الاستجابة خلال فترة استخدامي للجهاز. أما بالنسبة لمنظومة الصوت فشاومي استمرت بالشراكة مع شركة هارمون كاردون للسنة الثانية على التوالي، وقدمت الـ 12 برو بسماعات ستيريو سبيكر بأربع مكبرات الصوت، 2 علوية و2 سفلية، تدعم الـ HDR للصوت وبالإضافة إلى الدولبي أتموس. راح تحصل بالشاومي 12 برو على صوت واضح وعالي ونقي وراقي والبيز عميق، راح تستمتع بتجربة صوتية مميزة. اما بالنسبة للهاردوير فشاومي 12 برو اجى باداء حديدي، لان هنا عندك معالج من كوالكوم هو السناب دراجون 8 جن 1، احدث واقوى ما موجود في عالم الاندرويد، معمارية 4 نانومتر وبمعالج رسومي من الخط الاول الادرينو 730. اي لعبة او تطبيق الجهاز راح يشغلها باعلى اداء ممكن،
ببجي موبايل، كول اوف ديوتي راح تلعبها باعلى فريمات موجوده، خصوصا ان تعرف انه النسخه اللي موجوده عندي برام 12 جيجا بايت من الجيل الخامس، وتقدر توسعها باضافه 3 جيجا بايت رام افتراضيه من مساحه التخزين الداخليه واللي هي سعتها 256 جيجا بايت يو اف اس 3.1، فيعني بالمجمل راح يكون عندك رام 15 جيجا بايت. لكن لازم تعرف انه ما عندك مدخل بطاقه ذاكره خارجيه، بس 256 جيجا بايت ذاكره سريعه اتصور اكثر من كافيه لكل الناس. بس اكيد تسالني عن الحراره، فحتى اكون صريح وياكم، خلال فتره استخدام الجهاز وبالالعاب القويه وبعلى الاعدادات واللعب المتواصل لفترات طويله وكلش ضغطت على الجهاز، حسيت بارتفاع حرارته، لكن ما اثر على الاداء العام. وايضا موجود نظام تبريد بغرفه بخار او فايبر جامبر، 3 طبقات من الجرافايت تعمل على تبديد الحراره، لكن خلال الاستخدام العادي وما ضغطت على الجهاز لفترات مستمره طويله، فاداء كان مستقر جدا، مو واجهه حراره تذكر نهائيا. حتى تكمل التجربة تستخدم جهازك براحتك بكامل قوته خلال اليوم، عندك بطارية ممتازة سعتها 4600 ملي أمبير، صح مو الأكبر، ولكن عندك كل أنظمة الشحن موجودة، شحن سلكي ولاسلكي وشحن عكسي. شحن 12 برو يدعم لك شحن سلكي سريع بقدرة 120 واط، هذا هو أعلى جهاز موجود في الأسواق بالوقت الحالي، مع 11T أيضا من شاومي يقدم هذه السرعة الخارقة من الشحن، بحيث شحنت الجهاز من 0 إلى 100% خلال 23 دقيقة تقريبا. هذا الشيء رهيب صراحة، وأكيد الشاحنة راح تلقاها بالعلبة، مو مثل البعض اللي شالوا لك الشاحنة من الباكيت ودخلت الخزائنهم مليارات الدولارات، والسبب واضح وكلكم تعرفوه أكيد. منتصف الجبهة يا بيبي. وعدا عن الشحن السلكي السريع، أيضا 12 برو يدعم شحن لاسلكي رهيب بقدرة 50 واط، أعلى من الشحن السلكي اللي تقدمه شركات أخرى. هذا الشاحن ينضيك فل شحن البطارية من 0 إلى 100% خلال 40 أو 45 دقيقة. أيضا عندك موجود شحن عكسي قدرة 10 واط. أداء البطارية جيد وأكثر من كافي يمشيك يوم كامل براحتك، خصوصا إذا استخدامك متوسط للجهاز. وقت تشغيل الشاشة أو سكرين أون تايم ما يقل عن 6 إلى 7 ساعات، وبضع الستاند باي ومفعل البلوتوث والواي فاي والألويز أون ديسبلاي خلال ليلة كاملة، ما نزل الشحن غير 4% فقط. طبعا الجهاز يعمل بواجهة الميوي 13 اللي مبنية على نظام الاندرويد 12، تجربة الإجمالية جيدة جدا، صار اكو تحسينات على مستوى الرسوم، صارت السلسة بشكل كبير، وتحس بفارق 120 هرتز من تسوي سكرولينج أو تغلق التطبيقات. بشكل عام صار اكو تحسين كبير بواجهة شاومي. وهسه وصلنا على الكاميرات ومنظومة التصوير. الجهاز بيه 3 كاميرات بالظهر، وجميع الكاميرات متحسس بدقة 50 ميجا بكسل، كاميرا أساسية واسعة وتليفوتو زوم 2X. هسه راح نجيهم بالتفصيل. الكاميرا الأساسية فتحت عدسة F1.9 متحسس سوني أحدث IMX707 وبحجم متحسس 1 على 1.28 إنج، من أكبر المستشعرات اللي موجودة بكاميرا هاتف محمول في الأسواق، أكبر من اللي موجود على S22 ألترا والآيفون 13 برو ماكس. وبوجود هذا المتحسس يعني الكاميرا يدخلها كمية كبيرة من الضوء. إلى جانب تقنية البيكسل باينينج، يعني المستشعر 50 ميجا بكسل ينتج لك صور بدقة 12.5 ميجا بكسل. الصور اللي تشوفوها أمامكم تم التقاطها من هذا المستشعر، صور جميلة جدا وبيها تفاصيل عالية وبمعالجة ممتازة بدون مبالغة بالحدة والألوان، ودايناميك ريج ممتاز في كل لقطة، وبوكي طبيعي يفصل لك الجسم عن الخلفية. حتى الصور بالوضع الليلي جيدة جدا، ومتاخذ وقت معالجة كبير حتى تلتقط الصورة، ومباشرة من تاخذ الصورة راح تنزل عندك بالاستوديو، فقط الكاميرا الواسعة تاخذ لها شوية وقت، ثانيتين تقريبا يلا يكمل التقاط الصورة، لكن بالنسبة لي اعتبره من اسرع الاجهزة اللي جربتها بهذه الناحية. اما العدسة الواسعة الالترا وايد فهي متحسس من سامسونج، تتميز ايضا بدقة الوان ممتازة ومجال رؤية 115 درجة، ايضا تستخدم تقنية البيكسل باينينج، حتى بوضع الاضاءة المنخفضة تنطيك صور مميزة ما بيها نويز، ودايناميك رينج ايضا ممتاز لكن مو افضل من الكاميرا الاساسية. والعدسة الاخيرة هي تليفوتو زوم بصري 2X، تنطيك صور جيدة لكن ما تعتبر الافضل. ايضا الكاميرا الخلفيه تقدر تصور لك فيديوهات اتش دي ار بدقه 8K بمعدل 24 اطار بالثانيه، وتصوير 4K اتش دي ار 10 بلس بمعدل 30 او 60 اطار بالثانيه. وشوفوا النماذج امامكم، معالجه الالوان ودقتها تنطيك مقاطع فيديو جيده جدا وظروف الاضاءه جيده، تقدر تشوف الاستقرار والاضاءه من اعلى مستويات. ايضا هنا عندك كاميرا السيلفي بدقه 32 ميجا بكسل متحسس الاومني فيجن، تعطيك صور جميله بمختلف الاوضاع، وهذه مجموعه من الصور تم التقاطها بهذه الكاميرا، شوفوها وقولوا لي شنو رايكم بصندوق التعليقات.
وعكس التليفونات اللي جربتها، خصوصا تليفونات الفلاكشيب اللي تستخدم فلاتر الجمال او البيوتي اللي تبيض بشرتك وتنعمها بغض النظر عن الاعدادات اللي تختارها. لكن شاومي اعطتك خيار تقدر توقف هذا الفلتر وتحصل على صور طبيعيه. طبعا موجوده فلاتر متعدده بتطبيق الكاميرا تقدر تخلي الفلتر اللي يعجبك. ما دام ذكرنا تطبيق الكاميرا، فهنا عندك عده مودات واوضاع داخل التطبيق، ولكن اكثر مود عجبني هو مود الكلون او السنساخ، بمعنى تقدر تاخذ صوره او فيديو لنفسك ولحد الاربع مرات بنفس الصوره. حتى تتبسط عليكم اكثر، شوف هذه نماذج امامكم. وطبعا موجوده تطبيقات خارجيه تسوي لك هذه الحركات، ولكن اما تكون بها اعلانات او لازم تشتريها، وشاومي ضمنتها بتطبيق الكاميرا الاصلي الخاص بهم. ايضا كاميرا السيلفي تصورك فيديوهات بدقه 1080 بسرعه 30 او 60 اطار بالثانيه مع دعمها لل HDR 10 بلس. رايكم مؤخر يا معود؟ شو رايكم بالجو؟ صراحه اربيل جميله يعني. جميله جدا بتشوفه. مطر، شمس، شو عجبك موجود. حدائق حلوة موجودة، الله يديم عليهم الاستقرار خلينا مثلهم. أجرق إلا شوية. بالنهاية أصدقائي، الجهاز توفر بشكل رسمي في أسواقنا لدى موزعين شاومي المعتمدين في العراق، شركة بي سي آي وآي تي لوبي، بسعر 789 دولار، يعني ما يعادل 1,160,000 دينار عراقي. وإذا تطلب الجهاز حجز مسبق راح تحصل على ساعة شاومي جديدة الأسوان أكتف هدية. هذه كانت مراجعتنا التفصيلية والكاملة لوحة شاومي 12 برو. أتمنى استفاديت من الفيديو وصار عندكم اطلاع كامل بكل تفاصيل الجهاز، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم بخير وصحة وسلامة. في أمان الله.